سائل أو امرأة تقول هل يجوز للحامل الصلاة جالسة بسبب الآلام الشديدة في القدم والظهر؟ هل هي بدنا نعمل لها فحص، يعني بنحطها تحت المراقبة أسبوعين بنشوف إذا عم تنزل على السوق وتحمل أكياس وتروح وتجي من إلا بتصلي على الواقف. أما إذا كانت بالفعل إنه ما عاد حسنت وكذا وهي لا يكلف الله نفسا إلا سعها. الله يعيد الحج والعمرة والهي. كنا شوف أخوانا الكرام كبار هيك بالستين وكذا وهي تلاقيه عم يصلي بالحرم على الكرسي. صير تسوق والله حامل أنا شفته بعيني خمس أكياس باليمين وخمس أكياس بشمال وما شاء الله رياضة والله كأنه عم يسعى سعي. يا هذا ليش عم صلي على الكرسي؟ ليش؟ بدنا نعمل فحص نشوف انه هل من الممكن ام لا.